أخيرا والحمد لله أن رجال ونساء التعليم عرفوا على أن كاين واحد المرفق في الكناس اللي معنيين به، واحد المرفق اللي كيعرف واحد الاحتكار ديال واحد المجموعة ديال الأشخاص منذ سنوات تقريبا 20 سنة أو أكثر. هذا المرفق هذا اللي تيجد المكاتب ديالو بدون أن يخضع لأي نوع من القوانين ديال قانون المؤسسات الأعمال الاجتماعية اللي خصهم يتبعوه. وبالتالي مؤخرا سمعنا أن بعد ما جمدوا لي العضوية ديالي أنا كأمينة المال، من بعد ما وقفت وقلت كلمة حق في المؤتمر ديال مراكش نهار 14 و15 دو جنبير، من بعد كذلك ما تعلمت هنا في مكناس أنهم بغا يجددوا المكتب دائما بالطرق القديمة اللي كانت، ومن بعد ما تطلب مني أنني يعني نسيرهم، وإلا سيرتهم ما غادي زعما غادي تمشي الأمور كما هذيك، ولكن أنا رفضت رفضا باتا لأن خص المكتب يتجدد وخص يدخلوا دماء جديدة، يدخلوا شباب وشابات بمقترحات جديدة بأفكار جديدة اللي ترقى وتسمو بهذا المرفق هذا اللي لا يرقى لطموحات رجال ونساء التعليم. نرجع ونقول على أن السبب ديالي أنا تجميد العضوية ديالي أنا هو أنني نهار 14-15 وقفت في المؤتمر الوطني ديال مراكش وخد تمنعت من طرف عضوة معهم في المكتب، لأن هي اللي أعطتهم تقريبا التعليمات باش ما يخليونيش نهضر، ولكن باقي الأشراف وباقي المناضلين اللي صدحوا بأعلى صوتهم وطلبوا مني أنني نهضر. العضوين الآخرين عضوين في المكتب كانوا معنا نظرا لأنهم شافوا عدة اختلالات لا في التسيير ولا في التدبير ولا في كل شيء. أما العضوين فهما كان كيتقلهم دائما الأكاذيب، وفي الآخر وقفوا على بزاف ديال الاعتراضات اللي كنت كنديرها أنا وديال الملاحظات اللي كنت كنديرها أنا اللي خاصة بسوء التسيير وبسوء التدبير. وملي مشاو برجليهم خداو داك الشيء وقلبوا فيه وبحثوا فيه ولقاوه، لا غد اللي قدموا استقالتهم. بالأكثر من هذا ما صرحوا هاد الناس هادو هاد أعضاء المكتب اللي دابا كاينين اللي كانوا دائما وباقيين لحد الآن ما صرحوا بالاستقالة ديالهم، ما خبروا المكتب الوطني ما حتى حاجة. كنت نبغي نشير لكم على أنه تيقولوا للناس انهم جددوا، كيف تجديد بخمسه الاعضاء اللي بقاو في المكتب قدام هما نيت اللي كاينين دابا في هذا المكتب اللي قالوا هما جددوه، نفس الاعضاء بنفس الاسماء بنفس الاشخاص، مع العلم على ان الثلثين ديالهم متقاعدين، يعني شكون كيمثلوا ما نعرفش شكون كيمثلوا المرفق اللي خص يكونوا كيمثلوه رجال ونساء التعليم. وبالتالي انا اولا تنتسائل على لحد الساعة ما دخلت لها السلطات، لحد الساعة السيد المدير الإقليمي غير معلوم ما مخبرش بهذا الشيء هذا. وثانيا أن خص السلطة تدخل وخص المدير الإقليمي يدخل ويدار جمع عام بالوفق الضوابط ووفق القانون الأساسي ديال المؤسسة، ويتعاد هذا انتخاب مكتب جديد وطالب افتحاص مالية المؤسسة. والآن دابا في حدود هذه الساعة اللي كنهضروا فيها المكتب مسالية صلاحيته وناس تيشرفوا في المؤسسة وتيصرفوا في أموال رجال ونساء التعليم بدون حاسب ولا راقب.